فنيا كابتن احمد، قراءة متوقعة لمشهد المباراة بكرة؟ فارق الاربع نقاط، هل سيضع خيسوس في الحسبان، كاسترو في الحسبان، ولا هي مباراة الثلاث نقاط والمعطيات في الملعب فقط؟ لا طبعا هيحطهم في طبعا في الحسبان، لان انت النهارده الهلال يقدر يتعادل، لو تعادل ومشي بالتعادل او كسب، لو كسب خلاص هو نط بسبعه بونت، او تعادل هيفضل اللي بنات زي ما هي، لكن النصر هيخش عليه الضغط الاكبر شويه، لانه لو خسر المباراه هيفرق سبعه بونت، والتعادل بالنسبه له هيفضل زي ما هو، فهو بالنسبه له المكسب هيبقى احسن بكتير عشان يقرب للنقطه دي، اكيد ده في الحسبان. ولكن في حبه فوارق صغيره بين الهلال والنصر، اما الهلال مثلا احرز اهداف اكتر، ما دخلش في مرمى اهداف اكتر، النصر العكس. المباراه ما اقدرش اقول لك ان هي هتبقى مقفوله، هتبقى صعبه جدا، هتبقى مقفوله بالنجوم اللي موجوده، لكن في اكيد نقاط قوه في الفرقتين، او الناس اللي بتبدا اللعب او بتوزع اللعب زي ما بيقولوا. اوتافيو طبعا في النصر لو اتقفل عليه كويس، اوتافيو رئه قويه جدا لفرقه النصر، لو اتمسك كويس وما بداش الهجمه للنصر، النصر هيقابل مشاكل. الناحيه الثانيه نيفيز نفس الكلام، نيفيز في الهلال لعيب مهم جدا في بدايه الهجمه، في البيلد اب بتاع الهلال، عشان يقدر يودي الكره او يوصل الكره للمنطقه الاماميه. لكن خلينا متفقين ان المنطقه الاماميه عند الفريقين هي اقوى حاجه موجوده. ممكن اتفق شويه ان النصر قوته في وسط ملعبه، لان وسط ملعبه بروزوفيتش مع اوتافيو قوه كبيره جدا في الاستحواذ وفي الضغط العكسي والمجهود الكبير جدا اللي بيقدروا يشتغلوا عليه، لكن لازم النصر يحاسب من سافيتش اللعيب الوحيد يعني في الكره الاوروبيه دلوقتي في الوقت الحالي، حتى في الكره الاوروبيه، اللي هو بيقدر يشتغل تسعه ونص اللي هو ورا المهاجم، اللي هو دايما المهاجم واقف، هتلاقيه هو اشتغل بين المساك والسردباك. وسلطان الغنام عنده مشكله في الحته دي، دايما بيبقى فاتح الملعب وسايب الحته اللي بين السيرد باك والباك مفتوحه، فلازم زي ما حصل في ماتش الاهلي، لازم النصر يحاسب كويس جدا جدا من سافيتش في 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 مع متروفيتش جوه منطقه الجزاء، لان الاثنين عندهم بيلعبوا في العرضيات كويس جدا، بيعرفوا يكملوا كويس جدا. اعتقد المباراه مفتوحه، ولكن اللي هيركز على الكلين شيت اكتر او الحته الدفاعيه اكتر، اعتقد هيبقى ليه فرصه كبيره للمكسب. مين بديل عبد الله العمري بالنسبه لك في حسابات كاسترو؟ اعتقد لجامي مصاب ولا موجود؟ لا لجامي موجود، فتيل موجود. اعتقد لجامي هيبدا مع لابورت. اعتقد حراسه المرمى بونو يتفوق في الكلين شيت على كل حراس الدوري. ما هو الارقام بتقول كده، الهلال داخل فيه 8 اهداف اوريدي، فرقم قليل جدا، فهو ده اللي فارق بين النصر داخل فيه 15 جون، الهلال داخل فيه 8 تجوان، فاعتقد طبعا ياسين بونو برضه هتبقى نقطه فارقه جدا، الفرص اللي هتيجي للنصر هيبقى هيعرف يتعامل معاها لا بونو، والناحيه الثانيه العقيدي نفس الكلام، فاعتقد المباراه فيها فوارق هي اللي هتفرقها. متروفيتش مسؤوليه من بكره بالنسبه للنصر؟ بيني وبينك انا اما اجي كمدرب احل المشكله، احل راس المشكله، ما احلش التوابع المشكله. راس المشكله هو مين اللي هيوصل له الكوره. لو انا عرفت امنع توصيل الكوره لمتروفيتش، انا كده نجحت، لان خلي بالك متروفيتش مش بتاع بره الصندوق، مش هينزل يستلم بين الخطوط ويحاول يطلع وسط الملعب المهاجمين والكلام ده كله، لا هو مستني الكوره العرضيه جوه منطقه الجزاء. فمالكم لو اتمسك، لو نيفيز مسك كويس، هيبقى صعب توصيل الكره لمالكم وسافيتش والمنطقه دي. كريستيانو مسؤوليه من في الهلال؟ مسؤوليه جماعيه نفس الكلام. كريستيانو، بص يا بونو، كريستيانو رونالدو السنه اللي فاتت ما كانش في احسن حالاته، لان ما كانش بتوصل له الكره جوه منطقه الجزاء بسهوله. السنه دي الفرقتين ما شاء الله بيوصلوا الجون في كل دقيقه ودقيقه وشويه، يعني دقيقه ودقيقه وشويه بيبقوا جوه منطقه الجزاء. فنفس الكلام لو كريستيانو رونالدو وصل له الكره جوه منطقه الجزاء مستريحه، الفرق كمان بين كريستيانو وميتروفيتش ان كريستيانو بيخرج بره منطقه الجزاء وبيعرف يستلم وبيعرف يشوط برجليه الاثنين، فعنده الاوبشن الاعلى. فنفس الكلام لو الكره وصلت لكريستيانو رونالدو بسهوله هتبقى مشكله كبيره جدا للهلال.